السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير كل الصديقات. فيديو تاع اليوم إن شاء الله، إذا عندك بقايا تاع القماش القطيفة وعندك لاستيك تفضلي شوفي الفيديو، ما تنسينيش بلايك. نحتاج خيط ونحتاج كذلك كرتون، نقطعو هكا القطع تاع القطيفة رقيقة، كذلك نحتاج لاستيك او بوندو، يعني هكا يكون سامبل. ما عندهاش تستخدم لاستيك، هكا درت 10 سنتيمتر وخيطته هكا شكل دائري. تحبوا يعني تخدموا في الكرتون ولا تخدموا بدون كرتون؟ شاهدوا الطريقة تاع العمل، راح ندخل اللاستيك في الكرتون ومن بعد نبقى نثبت الأول الخيط تاع القطيفة. Yeah.
ما كملنا هذيك هذاك الشوشو بلاستيك وبالبقايا تاع القطيفه. درت معكم هذه الورده، هذه اللي راح نزينوا بها بهذه الورده، ولا بوردة يعني واحده اخرى، ولا اي حاجه تحبوا ديروها لها. وباي تزيين تقدروا تزينوها به، راح نركبها بالإبرة والخيط كذلك، وراح نزينها بواحد القفلة هكا اللون تاعها كيفها، ولا أي حاجة واحدة أخرى. هذا هو الشكل تاعها النهائي، إن شاء الله تعجبكم وتنا رضاكم. هاد الشوشو إن شاء الله يعجبكم وينا رضاكم. وإلى اللقاء، إلى فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة، في أمان الله.